مساء الخير، مساء الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة 9. مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج عندي ما نقولك. طبعا وصف تقديم برنامج عندي ما نقولك بدون جمهور، طبعا تمشيا مع توصيات نقابة الصحفيين ووزارة الصحة، تجنبا طبعا للعدوى مع أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا نتسبب في طبعا نقل عدوى فيروس كورونا لكل الطواقم العاملة هنا معنا في التلفزيون، وأيضا للجمهور اللي ممكن أنه باش يحضر معنا. نذكر بالمشاركة في البرنامج، في برنامج عندي ما نقول لك بطبيعة الحال الموسم 13 على التوالي، يرجى الاتصال على الرقم 28 835 ألف، كما هو موجود أسفل الشاشة. طبعا ما تطلبوش، ما تبعثوش ميساج، سي سامبل، معناتها العملية ما تستاهلش برشا وقت، وما نحبوش نخسروكم في ولا مليم، لأنه الغاية نتاعنا ماهيش غاية تجارية، جوست وقت اللي تعمل أبال راهو الرقم يتسجل عندنا. ما تعاودش برشا مرات خاطر لا ساتوراسيون تصير من بعد، ماذا بيكم مرة واحدة وكون متأكد أنه في أقل من 24 ساعة فريق برنامج عندي ما نقول لك يتصل بيك ويسمع حكايتك وتكون حاضر موجود بحذانا في الاستوديو. طبعا أول التحاق بنا اللي ما نجمش بالتليفون ينجم يجينا إلى شركة كاكتوس، مقر البرنامج 26 نهج المعمل الشرقية 2. قبل ما نبدأ الميشن طبعا نمشي إلى الاستوديو الفرع الثاني مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. أهلا بك. مرحبا بك ريهام، شو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. أنت في صحة جيدة؟ في صحة جيدة. أنت صباح طيب الحمد لله. ضيوفك حاضرين ريهام؟ أكيد حاضرين موجودين. قداش عنا مضيف الليلة؟ مبدئيا زوز زوز أي ولا والثالثوين المفروض في المضيف في الطريق. في الطريق إن شاء الله. أنا ثلاثة ضيوف موجودين حاضرين لهنا. أي. مرحبا بك ريهام مجددا. حوصلة للحكاية اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقولك. مشاهدة طيبة للجميع. الليلة في عندي ما نقولك باش نتفرجوا في زوزة حكايات، باش نكملوا حكاية أم ملتاعة على بنتها اللي هربت من الدار وأدمنت المخدرات. أنت هربت من الدار؟ ما مشيتش، هذا اللي قالتهم، هربت من الدار، خرجت مشيت صاحبك. صاحبك سيرته ماهيش باهية. اخذر لي أنا ميسالش، تخذر لي شكك ميسالش. هي أم موجوعة عليك أنت، هي خايفة عليك أنت. اسمعني اسمعني، أم قالت بنتي من اللي هي صغيرة من اللي هي في المكتب تهرب من القراية، تمشي من الكولاج، تمشي البيبلينات وتهرب وتخرج. حاولت معها المرة الأولى المرة الثانية ما نجمتش، قالت لي فقدت السيطرة على بنتي. والبداية باش تكون بحكاية آمنة اللي الاختلاف أصبح يشكل نقمة بالنسبة لها وخليها عرضة للوصم والتنمر والعنف المادي والمعنوي. ثانيا بغض النظر على اختلاف الشخص، عبد يعبد حجر، عبد يعبد حيط، كل عبد حر يعمل اللي يحب عليه مادام ضر. هي حرية المعتقد يكفلها الدستور ولا شرط أن لا يخرق القانون وإلا يتعدى على معتقدات الغير. الليلة باش نحكيو في موضوع مهم برشا، أنا نعتبره في برنامج عندي ما نقول لك موضوع ما يتعداش برشا عنا الحق نتاع ربي، لكن فريق الإعداد يعطيهم الصحة يحاولوا بين الحين والآخر أنه يلقاو بعض المواضيع ما نقولش النادرة إنما اللي تقبل تتعدى في برنامج عندي ما نقول لك. بون، تقبل الآخر مسألة في وقتنا الحاضر ولا مسألة صعبة، أنه الشخص يقبل إنسان آخر مهما كانت علاقته بيه، راه في سواء كان حتى في العلاقات العاطفية، في العلاقات الإنسانية، في العلاقات المهنية، تقبلنا ومدى تقبلنا وتفاعلنا مع الآخر تبدو عملية صعيبة، بتتر نظرا لتعقد تفاصيل الحياة، للمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم، للأوبئة اللي قاعدة تنتشر زادة. حتى تقبل الآخر مثلا في ظرف الكورونا ولات عملية صعيبة. اليوم باش نحكيو على بنية عمرها 20 سنة، بنية تعدات مراحل صعيبة برشا في حياتها، تعرضت لما يسمى بالتنمر، أتوا بعض نفصلوه بشوية بشوية، وإلى حالة الوصم أيضا، الوصم الاجتماعي. على كل اللي لا باش نحكيو في الموضوع هذا مباشرة مع آمنة. مرحبا بك آمنة. مرحبا بك آمنة، شحوالك؟ لبس عليك. أهلا بك آمنة. مرحبا آمنة، شحوالك؟ الحمد لله. لبس عليك؟ لبس. أهلا آمنة، يجاني هكا شوية آمنة من هوني، زيد شوية آمنة. آمنة الليلة أنا مش نحكي معاك، نحبك تحكي معايا، أنا أخوك الكبير ساعة، مانيش طبيب، ما تحسبنيش منشط تلفزي، مانيش أنيماتور دو تلفزيون، ومانيش بحث،
مش تعتبرني كيما اخوك. هم يقولوا لك مش عادي هكا ولا بالعكس انت عاديه تظهر لي. خاطر انا مني جزء من حلقه نتاع النمطيه والتكرار، يعني مني جزء من الحاجه اللي يشوفوا فيها. يعطيك الناس احنا بحكم حياتنا وتعقدات الحياه ولينا نمطيين، ولينا ننظروا للاشياء بنظره نمطيه، حتى اللي يختلف علينا جزئيا فيما يلبسوا ولا فيما اكلوا والا في شكله يظهر، يولي مدعاه للسخريه والتنمر ولحالات الوصم الاجتماعي. تكوردو سامحني حكيت معاك في هذا قبل ما نفهم حكايتك، ها جوست بور تو ميتر اليز، ها وانت فاهمه تبارك الله عليك، قلت لي كلمتين تك في بلاصتهم. يلا لن حتى نتعرف على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معنا هذا التقرير. طب الاختلاف نعمه، لكن في حكايه امنا الاختلاف كان لها نقمه تعبها في حياتها وخليها عرفت التنمر والوصم وحتى العنف المادي والمعنوي. امنا 20 سنه طالبة سنة ثانية حقوق، عانيت سنوات وسنوات من الآخر، إما بسبب لباسها كي كانت ترتدي الحجاب الشرعي أو بسبب أفكارها المتحرة. آمنة ترفض القوالب الجاهزة والمتعارف عليها، تحب تفكر في كل شيء، تبحث، تقرأ، تطرح تساؤلات فلسفية. اختلافها سبلها العديد من المشاكل في البيئة اللي تعيش فيها، كانوا ينعتوا فيها بأبشع النعوت ويتهموها اتهامات باطلة، وين وصل الأمر في بعض الأحيان التعنيفها في الشارع. رغم كل المتاعب اللي تعرضت لها آمنة، واصلت مسيرتها الدراسية وتفوقت. حلمها الوحيد إنها تعيش بحرية في مجتمع يرفض في بعض الأحيان الاختلاف. الليلة جات آمنة لعندي ما أقول لك باش تحكي قصة فتاة تؤمن بالتحرر وتكره الجمود، تؤمن بالتسامح والاختلاف. تحب تكرم أستاذ التربية الإسلامية اللي قرها واللي كان الشخص الوحيد اللي قابل أفكارها وعاونها باش تتجاوز النظرة الدونية اللي كانوا الناس المحيطين بها يجرحوها بها. مرحبا بك آمنة. شنو هي الحكاية آمنة؟ أنا من الأول بديت سيدامي مع المجتمع ملي كنت في الكوليج. بديت؟ بديت سيدامي مع المجتمع. بديت ما سمعتكش. بديت سيدامي. سيدامي. سيدامك. إي. دونك اصطدمت بالمجتمع. كلمة كبيرة شوية على عمرك، من وقت ايش؟ بون هو سيدام ما كانش سيدام اختياري، أما من بعديك أنا استنتجت من جملة من الوقائع اللي وقعت لي معي. أزر، أنت قاعدة تتكلم بالصعيب، بصراحة. آمنة نبدلوا المستوى اللغوي شوي، نحاول تعرف علاش باش تتبسط المسألة في ذهنك أكثر من اللازم. إزاي؟ أنا نعرفك شو باش تقول. باهي نقولوا يا سيدي اصطدمت مع الناس فنعمر من الأول في الليسي أول ما لبست الحجاب الشرعي، خاطر أنا كنت لابسة حجاب شرعي. لبست الحجاب الشرعي كان باقتناع. باقتناعي بس تو في عمري صغير. علاش اصطدمت مع الناس؟ انا من الاول كي اول ما بديت معناها نوعا بديت رحله البحث نتاعي بالتقبل السلبي، كانت عندي قراءه جيده. ما فهمتكش، لا ما فهمتكش، انا راني فاهمك، اما الناس كي يسمعوك تقول بديت رحله اصطدامي بالتقبل السلبي، سي ما يفهم حتى واحد اللي قاعده تقول فيه. فهمتك. طيب انا ما نحبش نصطدم معاك، ريت حب نفهمك، انا نفهمك، اما الناس باش يصطدموا معاك. بديت نتعامل مع الدين ومع المعتقدات بطريقه قديمه شويه، بطريقه جامده الى حد ما. معناها كنت نفهم الدين بمعنى الحجاب. فهمت. كان هكا في اعتقادي. فوالا كان هكا في اعتقادي. دونك انا طفله صغيره وقتها عمري 11 سنه لبست الحجاب. دارنا من الاول قالوا لي ليه مازلت صغيره وكل شيء، انا شديت صحيح لبست الحجاب. دونك بديت نتعرض للتنمر من الاول على حكايه الحجاب. التنمر؟ لا مش كل طفله تلبس حجاب تتعرض للتنمر. انا وقتها لنبس حجاب شرعي معناها. ستدير الحجاب العادي اللي يقف هنا ولا نفسك كلها؟ جلباب وخمار طويل فوالا. وكانت قناعتك شنو وقتها؟ كانت قناعتي اني انا نعمل في فرض. وقتها كنت فرحانه كنت تعتقد مرتاحة. انه فرض اللباس هذاك والا لا؟ توا لا. وقتها اي. علاش توا لا؟ توا خاطر نضجت كبرت افكاري تبدلت برشا حاجات. مش افكارك، الدين ايش يقول؟ هيك لباس شرعي، الجلباب كله حتى لهنا بالاسود وراسك كله مغطي وما يظهر حتى شيء. ما دامك مطلعه وتفهم الدين ما قالش هكاك. بالنسبه لي انا توا الدين ماهوش حاجه جامده وثابته، حاجه تتغير لكن في ثوابت الدين. بالنسبه لي انا معنيها القراءات لازم تكون متجده باش تتاقلم مع العصر ومع متطلبات العصر. دونك بالنسبه لي انا توا ما ينجمش يكون الحجاب فرض. دونك تعرضتي للتنمر. باهي تعرضت للتنمر. دونك انا بطبيعتي من قبل مانيش اجتماعيه، اكل كنت ديما وحدي. يعني عديت فترة طويلة من حياتي وحدي، بحكم أنا ديما وحدي وكنت نكتب في الأدب القوتي. الأدب القوتي شنو؟ القوتي. ستة دي. إي، هذه حاجة ماهيش معروفة جملة في العالم العربي. تعرفها كان أنت؟ لا،
اما ماهيش ما فهميش كتاب عرفنا بالادب بالقوتي اي نجم نعرفك به. هو ادب فيه توظيف كبير للاستعارات وللمجاز، فيه بعد رمزي معناها اي، والبعد الرمزي هذا يكون ظالمي شويه، فيه توظيف للميثولوجيا بمعنى لا ظالم لا 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 الميثولوجيا تو كي نحكيو مثلا على الميثولوجي جريك، ميثولوجيا الاغريقيه ما نحكيوش، ما عندهاش علاقه ربما بالظلاميه هنا ثم تضارب الميثولوجيا، فما ميثولوجيا ظلاميه كأن مثلا هذا شكون قالوا هذا؟ هو هذا ادب قوتي معروف. ليش شكون مؤسس الادب بالقوتي فهمنا سينو نرجعوا للشيخ جوجل يفهمنا هو الاب الروحي للادب القوتي. عندك ادغار امبو هذه كاتب معروف في ادغار امبو فوالا. دونك هو غالبا معناها الادب هذه برشا ناس يربطوه بال ما نعرفش انا بالشيطانيه بالافكار هذيك الظلاميه. اساس الادب هذا والا الافكار القوتيه هذه اساسها شنو هو؟ خلينا نفهموها. هي وسيله تعبير ماهيش منظومه فكريه فوالا. دونك فيها مجموعه من المصطلحات هي ادب 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 يعني في كتابات تكتبت اي وكتب تكتبت اي بتبيع فوالا. اش تحكي الكتب هذه اللي تكتبت؟ كل كتاب على شنو يحكي؟ هو هي وسيله تعبير. اعطيني الافكار العامه. ما فهمنيش افكار عامه. فما كتاب يحكي مثلا، فما كتاب مثلا عندك ادغار امبو يحكي برشا على الفلسفه العدميه مثلا، فلسفه العدميه معقول. عندك فما وحده اسمها اليزابيث وولف زيد كيف تحكي على الفلسفه العدميه، الفلسفه العدميه أي. وكل واحد كيفاش يكتب مثلا. دونك ادب فيه تفرعات يحكي على مواضيع ادب عادي. انت كنت متاثره بهذا؟ انا وقتها ما كنتش نعرفه، اما عرفت نحس الادب يختار الكاتب مش الكاتب يختار الادب. عاود لي الادب يختار الكاتب مش الكاتب يختار الادب. ما نغرقوش برشا غزرني ما نغرقوش برشا نمشيو في انه الانسان هو اللي يختار شنو اللي بشاقه اي، وانت لك حريه الاختيار القرار اللي قلته انت معناتها في نهايه الامر. خلينا نبسطوا شويه. دونك مشيت للادب هذا وطلع اي فوالا. من الاول قبل ما كنت نعرفهم انا كنت نكتب فيه، انا ملي انا صغيره وانا نكتب تكتب فيه. وين تكتب فيه؟ نكتب على السوشيال ميديا، كان عندي فيسبوك. ايش تكتب مثلا؟ شنو كنت نصوص نصوص مثلا نحكي على طفله عندها في عمري هذاك، طفله عندها مثلا قوة خارقه، كنت نحكي على الواقع المثالي اللي كنت نحلم به ومانيش قادره فيه. كنت تعبر؟ كنت نعبر. داركم كانوا يعتبروك اكيد حكيت مع داركم هكا؟ عندك خواتك انت؟ خواتي اي، عندي اختي واحده. وعندك بوك وامك تحكي معهم هكا شنو يقولوا لك؟ هما وقتها دارنا يعرفوا معتقداتي وقتها، معناها يعرفوا ان هذاك ماهوش تعبير على معتقد. لا ما هو نقصد الناس كي يشوفوك تكتب في الادب القوتي يركزوا مع الكلام، مثلا يلقاوك تستعمل كلمات ملاك، كلمات جنه، نار الى اخره، دونك ياخذوها بطريقه حرفيه، بينما دارنا يعرفوني، دونك ما كانوش يتهموني باتهامات باطله. ما استغربوش. لا ما اتهمونيش اتهامات باطله. وين مع شكون اصطدمت وقت اللي المعلمي مثلا عندك تجيني معلمه تاخذ لي الكراسه نتاعي وتبدا تقرا مثلا كاتبه كلمه جنون تقرا هي جنون، وجنون يضربوك ان شاء الله ما نعرف شنو كاتب يبدا جنون يضربوك تقول لي وانا تقرا كلمه جنون تقرا هي جنون. لا خلينا في اللي قرا دونك اصطدموا باللي قاعده تقول فيه. بون وقتها لابسه حجاب. لابسه حجاب أيه. نحيتوا الحجاب؟ الحجاب نحيته كان في الليسي. كان في الليسي بقيت به كوليج كامل و... نحيته لعدم اقتناع ولا الاقتناع؟ نحيته الاقتناع، لبسته باقتناع ونحيته باقتناع. كي نحيته بقيت كيكا نص عام نلبس كل مرة حاجة خاطر كنت عادي كنت مهتمة بالهيب هوب، كنت نحب كاسكيت بمقلوب وكستيلة. لا انت دار فيك عشت برشا تجارب مع بعض كنت بون. هو ما كانوش يتنمروا عليا في شكلي، كانوا يتنمروا عليا لبسي. لبستك كيفاش كان؟ نلبس بنوار معني تلبس بنوار دونك اي فوالا. ما تلبسش الوان اخرى؟ نلبس ساعات اما لون نوار تلقاه طافي. عندك صليب في شرف في الشكل هذيك في الرقبه؟ هذيك رمز فرعوني. شنو هو؟ مفتاح الحياه. اش معناتها هذاك الرمز هذاك؟ هو يعني مفتاح الحياه. هز راسك هز راسك خلي ما نعرفش عندك في الصوره ياسين او سيري عندك؟ هو فما هو مفتاح الحياه. انا مهتمه بك الحاجات الكل اللي نحسهم هكا ارتستيك ونحسهم فرد وقت معناها انت تحس روحك مختلفه لا انا نحس روحي انسانه عاديه جوست المجتمع على خاطر الناس الكل تشبه لبعضها ولو يشوفوا الانسان الطبيعي اللي هو جوست معناها عنده ما نعرفش انا عنده معناها مفهوم للجمال. انا جو بونس عندك لوك معين لوك تفهم فيا وعندك افكار مختلفه الناس لاحظ هذايا ولاحظوه.
هو لوك ماهوش غريب، غريب حسب انا مقياس. المشكله احنا في مجتمعنا ماشي في بينا حاجه منتشره برشا، دونك هذاك المقياس للصحيح والخطا. مش صحيح بالنسبه لي انا التماثل والمحاكاه المرضيه اللي قاعدين نشوفوا فيها. لا شو التماثل والمحاكاه المرضيه؟ لا معناها الناس الكل، شو الناس الكل، احنا نلبسوا كيف كيف، ناكلوا كيف كيف، نخاموا كيف كيف. بالنسبه لينا انسان مختلف، اي ماهيش حركه مرضيه هذيك. التشابه ماهوش نورمال، احنا بطبيعتنا تعبان. ولا مادام احنا ماناش متشابين، انا ما نجمش نكون غريبه. اي انا راك هكا، اللي ما راكش هكا انا فهمناه. قلنا له راه نجموا نختلفوا ونجموا نتماثلوا ايضا في اشياء، في ملابسنا، في افكارنا، كما نجموا نختلفوا فيها. وبغض النظر هو على طبيعه اختلافي، سواء انا عندي اختلاف، معني عندي معتقدات مرتبطه بلبستي هذه شيطانيه والا غيرها. بالنسبه لي لا لا شنو لا ارجع لي الجمله، اش قلت؟ قلت لك بغض النظر كان انا دبشي مقتنين بايديولوجيا والا لا، معني خاطر الناس هم عندهم فكره غلطه، يقولوا اللي انا معناها شيطانيست وكل شيء، هذه اولا حاجه غلطه. انتي شيطانيه ومن عبد الشيطان. هذه اولا حاجه غلطه. ثانيا مش صحيح. اي ثانيا بغض النظر على اختلاف الشخص، عبد يعبد حجره، عبد يعبد حيط، كل عبد حر يعني اللي حب عليه مادام ما ضرش. هي حريه المعتقد يكفلها الدستور. ولا شرط ان لا يخرق القانون والا يتعدى على معتقدات الغير. اي تفهم فيه؟ لكن هنا باش تصطدم معنا. لانه احنا غالبيه مجتمعنا التونسي 99% ديانتنا هي الاسلام. هكا ولا؟ ونتحدث العربيه ولباسنا معتدل وافكارنا معتدله، احنا ناس معتدلين. البعض بتتراك في نوع من الغلو انه تميزك تجاوز الحد المقبول اجتماعيا ولا اخلاقيا. تفهم فيها؟ انا هنا مشكلتي مش في الموقف في حد ذاته. انا نجم ناخذ موقف من شخص وما نحكيش معاه جمله، اما انك تصل تعتدي على عبد هذه حاجه مرفوضه. فما شكون اعتدى؟ نحكيو على اعتدائك فوالا في الكوليج. اكيد مرفوضه. لا مرفوض. هو العنف مرفوض بجميع انواعه. مهما كان المعتقد نتاعك يختلف على معتقدي على اعتقادي انا ولا على ملابسي، فما قانون. اي فوالا. دونك من بعد ما تعرضت للاقصاء في الكوليج على الحجاب الشرعي وايجا بنتك دعشوشه، حسيلو نهار كامل يعملوا لي في استدعاء توالي. كل مره امي ايجا بنتك داعشيه وبنتك كذا وبنتك كذا. فتني هالمرحله هذه، فما بروفيت ما يدخلونيش اصلا من الباب معناها. من بعد مشيت لليسي ناحيه الخمار. دونك من بعد اللي تفهمنا فيه انا نحكي بعد. من بعد في الكوليج عنفوك على شنو؟ عنفوني مثلا نبدا ماشي في الشارع يضربوني بالحجر. كل يوم نتضرب بالحجر. ما عندهمش اكيكه. مش الناس الكل يضربوك بالحجر، برشا عباد ما قلتش الناس يستغربوا ايه. اي اما باش يضربوك يضربوا بالحجر في في البقعه اللي نسكن فيها. انا مانيش نسكن فوالا اكزاكتو. اي فوالا دونك يضربوا بالحجر. شو يقولوا عليك؟ الشيطان تعبت في الشيطان. هو سي بافري، هو مش صحيح. تكفير. لا بالطبيعه مش صحيح. انت مستواك الدراسي شنو هو التعليم؟ انا نقرا دوزيام اني دروا توا. سنه ثانيه حقوق. وصبا في القرايه ناجحه؟ لابس نجح ب 13 ونص. قداش عمرك قلت لي؟ عمري 20، نعمل 20 شهر جاي. 20 شهر جاي، يعني ما دوبلت حتى عام جاي. لا حتى متفوقه في قرايتك بالقدا بالقدا. اي الحمد لله. هاي. بالنسبه لي انا الطبيعي انه كل انسان عنده اختلاف الى حد ما، خاطر احنا ما نجموش نكون معايا انه الاختلاف لازم يكون في حد مقبول. الحد المقبول انك انت ما تمثلش ما نعرفش ضرر لشخص اخر. فوالا. فوالا وجودك ما يمثلش خاطر لغيرك. دونك انا ساعه فما حاجه ما قلتهاش، انا قاريه 4 سنين تجويد قران. العام الرابع ما كملتوش. تجويد قران. فوالا. التناقض هذا من هكا لهكا شو؟ اي هابش سببه شو؟ انا كنت صغيره، دونك من الاول بديت برحله التقبل السلبي. انا مع الثوره كان عمري 11 سنه معناها 2011. شو اللي خلاك تتحول من اي الى اي فوالا. دونك في الفتره هذيك كنت تفكر انتشروا برشا افكار معينين. انا كنت كطفل طفله صغيره من بين الناس اللي تبنيوهم، معناها من الاول كنت نتبنى، ما كنتش نخمم بطريقه نقديه. انا توا ريت قلت لك الدستور يضمن لك حريه المعتقد وبشرط انك لا تتعدى على الناس على القانون. انا هنا في ورطه. تسمع فيا، انا نؤمن بما جاء في الدستور، هذا دستور البلاد. وريت في نفس الوقت نقول الانسان حر في تفكيره في كذا، لانه رد الفعل باش يكون فهمتني ولا مش فهمتني. ما هو كي نوصلوا للنقطه الاخرى، نقطه التحول، تفهم علاش انا وصلت لمرحله ما عادش وصلنا لنقطه التحول. خلينا نفهم الوصول لنقطه التحول هذه. في الليسي وصلوا القايمين يوصلوا يعيطوا لي كيما محاكم التفتيش قبل نتاع الكنيسه. شبيك تصلي ولا ليش نبيك لابسه هكا، شبيك عامله هكا؟ لا من حقك تصلي وما يسالك حتى يعيطوا لك. امي عيطوا لها وقتها، بنتك راهي تعبت في الشيطان، وامي تعرف افكاري تقول لهم لا فاش تحكي ومش صحيح ودرا شنو. معناها الليسي كامل تعدي لي هكاك، وصلت
تعرضت للعنف، تضربت يوست الليسي، تضربت البر، وهذو ما ناس راهو يفترضوا اين شنو الايديولوجيا نتاعي، ما يعرفوش الايديولوجيا نتاعي. تحب تغير؟ قلت لك شنو تحب تغير؟ نحب نغير رفض الاختلاف. انا كصحفي نشتغل في تلفزه فيه ضوابط بتاع قانون، ريت التلفزه هذه بتأسس على كراس شروط، وعندنا هيئه تعديليه تضبط الخطاب الاعلامي ومغزاه وحدوده. انت لمست معايا لهنا حدود وضوابط انا وقت اللي نرى عدم السماح بها حتى ولو انت ما تقصدهاش لازم نوقفها. باقتناع لا باقتناع. نتصور فهمت المقصد نتاعي شنو قصدت باش نحب نغير. نتصور فهمتها الحكايه. تقول لي تحكي على التعصب وتقبل الاخر انا معاك. استمحني انا مشكل ما عنديش مشكله مع الدين، عندي مشكله مع التعصب، تنجم تلقى من حد متعصب. انا هنا استمحني جاي نكرم، جاي نكرم في استاذ تربيه اسلاميه. فوالا فوالا الاستاذ هذايا غير لي معناها مجرى حياتي، كان في لحظه من لحظات عاوني برشا، معناها في محنه نتسمى انا معناها كيما نقولوا عاوني باش ننضج اكاديميا وباش نتطور فكريا. وفي لحظه عرفتك تحس الناس الكل ضدك ان هو صوت العقل الوحيد. بعد فتره اللي سأنا بيبولير، عندي بايبولر ديزوردر، حددت البيبولاريتي تحددت طبيا. تحددت طبيا اي معناها عندي اضطراب في المزاج، معناها ساعات نحس روحي عندي ديبريسيون، ساعات نحس روحي في الحاله نتاع المانيا كنحس روحي فرحان. اي كنت ناخذ اي فوالا دونك الحاله اضطراب نتاع مزاج وكا مزاجي بس الاضطراب نتاع المزاج لبيبولاريتي ولا ثنائيه القطب اللي عندك عندها علاقه بالافكار اللي تحملها في ذهنك؟ لا عندها علاقه بالمزاج. عندها علاقه بالمزاج كهو. ما تراش معايا تعلقك بالافكار هذه لا يعد ان يكون مزاج. ونعطيك الدليل، لبست الحجاب الشرعي وانت في المعهد ومن بعد نحيته. لبسته وانا في المكتب. اي في المكتب ومن بعد نحيته، انا نعتبرها مزاجيه هذه. ما تنجمش تحكي عليها. انا نعتبرها ما تراش معايا انها مزاجيه نوعا ما، ما تدخلش في خانه ثنائيه القطب. ما تنجمش تحكي على اقتناع وانا كان عمري 11 سنه. لا ما تقوليش ما تنجمش. 11 سنه ما فماش اقتناع حتى قانونيا ما عنديش. وقتاش نحيتوا الحجاب؟ ما عنديش اهليه. وقتاش نحيتوا الحجاب؟ نحيته عمري 16 كمان. اي 16 نفهم. لو كان جيتني باش تكرم استاذ تربيه اسلاميه خاطر ربما يطور لك في مداركك العلميه والا في ثقافتك ولا وقف معاك وما حكيتليش هل بيبولاريتي وعلى تعلقك بالادب القوتي اللي قلت عليه والتنمر اللي تعرضت له وجيت تكرم في استاذ التربيه الاسلاميه لانه نما لك مداركك وطورها وكذا مش خير؟ ما نجمش مش نبين. يقلل لك شويه من المتاعب اللي عندك؟ ما نجمش نبين مدى عظمه الانسان هذا من غير ما نحكي على المتاعب اللي كنت فيها. أنا ضد تغيير معتقدات حتى حب. أوكي ولا. بالنسبة لي أنا مع الاختلاف، نحب كي نخرج للشارع نلقى مسلم، نلقى مسيحي، نلقى يهودي، نلقى ناس مختلفين، كل واحد يمارس في قناعاته كما يحب. قلت لك أنا ضد التماثل بمعنى إني أنا ما نحبش الناس الكل كيفي، أنا ما نحبش نخرج نلقى الناس الكل يحبوا. نقبلك لهنا، زين. الناس الكل يحموا كيفي. زين. باهي، هذيك هوش معناها. ما عندكش موقف من الناس الآخرين ولا الدعوة إلى. معك أوكي. أنا بالنسبة لي. معك أنا تو. انا بالنسبه المشكله هي فما فكره بديهيه انه كل انسان عنده اختلاف معين، فما شكون عنده ستيل نتاع غني، فما شكون عنده ستيل نتاع لبسه. المشكله اللي انا تو موجوده ونحكي على حاجات بديهيه وانسانيه وعاديه وطبيعيه. لا 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 كي نحكي لا لا كي نحكي رسمي ما هوش اختلاف. انا ما نعرفش لا عاد اسمعني شو هذايا كي نحكيوها في قهوه والا نحكيوها في جلسه علميه ولا جلسه اكاديميه مقبول. احنا رانا ناثروا في الرأي العام، والإعلام أداة من أدوات تغيير الرأي العام والتأثير فيه، وهذا ما درسناه في عالم في معهد الصحافة علوم الأخبار. وريت الكلام اللي قلته أنت، فما ما يسمى بعد برجع الصدى لكون اللي قلته أنت. العملية مش سهلة بالنسبة لي أنا، دونك هذاك علاش نحتاط برشا في تحديد اللي تنجم تقوله ولا ما تقولوش خوفا. اولا راني نقول لك مش خوفا، راهو اكاديميا تعلمت هكا، دونك ما نجمش كيما انت غدوه محاميه ماك باش تكون في المحكمه قدام السيد رئيس المحكمه قدام القاضي باش تحاضر باش تدافع باش تدافع بالنصوص القانونيه. شو باش تحكي له على اللي تحكي فيه هذا؟ مستحيل. فهمت؟ دونك فهمت ولا فهمت؟ فهمتك. انا نحب نحرص انه الحكايه ما يتمش تاويلها بطريقه غلط. فوالا اكزاكت، وهذا انا علاش مقبلي كشهد صحيح وانا نقنقن على الحكايه هذه ما يفهموناش بالغلط. اوكي؟ سي تخي ديليكا. شو اسمه استاذك؟ اسمه سي معز. سي معز اللي يكون موجود بحثنا في برنامج عندي ما قلت لك.